إبداع ليست مجرد مشروع، إنما هي فكرة، ولكل فكرة حكاية. انطلقت مؤسسة إبداع في مجالات متعددة في العمل، في مجال التطوير وخاصة في مجال التطوير المهاري والإداري والقيادي في عام 2007، يناير 2007 انطلقت بأكثر من مشروع. أولا، المشروع الأول كان مركز الدراسات الاستراتيجية. هذا المركز يهدف بشكل أساسي إلى تقديم الرأي والأبحاث والدراسات لأصحاب القرار في الواقع الفلسطيني، ومن أجل العمل الإداري الصحيح والسليم لبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس إن شاء الله. قدمت العديد من الاستشارات والمقترحات والتوصيات والقرارات وورش العمل والدراسات والمؤتمرات والأيام الدراسية من خلال هذا العمل، الذي هناك العديد من الجهود التي اشتركت في إنجاحه في أكثر من قطاع من قطاعات العمل الفلسطيني، من ضمنها قطاع العمل الحكومي وقطاع العمل الأهلي والقطاع الخاص ومراكز البحثية التي ساهمت بشكل جاد ومؤثر، علاوة على الشخصيات الهامة التي ساهمت في إنضاج الكثير من الدراسات المؤثرة والحيوية في مسيرة إبداع. هنا تدب الحركة ويستمر العمل الدؤوب من أجل مد يد العون للمؤسسات والارتقاء والرقي بالأداء العام لها. في معهد التنمية البشرية تبعث روح الإبداع. المدرب يهب جل طاقته ليبني جيلا قادرا على التحدي والمضي في مسيرة العطاء والبناء، حيث بلغ عدد المتدربين أكثر من 6000 متدرب. ثلاث سنوات من العطاء المستمر، في كثير من النجاحات، في كثير من الطموحات تحققت وأمال لا تزال تحتاج إلى تحقيق، لكن لا شك أنه المحصلة النهائية هي إضافة نوعية إلى الكادر الإداري والكادر المهني في تخصصات كانت في الحقيقة غائبة عن الساحة. على سبيل المثال، التخصص في المجال الدبلوماسي، هذه قضية لم تكن قائمة عندنا لا على مستوى السلطة السابقة ولا على مستوى الحركة. كانت كل العلاقات الدبلوماسية مبنية على تجارب شخصية وصنعها الزمن بحكم العلاقات والتجربة، ولكن أن تؤصل وأن تثبت أعتقد أنها كانت خطوة مهمة. عندما نتحدث عن مؤسسة إبداع نتحدث عن مسألة مهمة وبالغة الصعوبة في ذات اللحظة. هذه المؤسسة التي تتحدث عن تنمية الإبداع وإعداد المبدعين، في تقديري أنها تبحث في منطقة كلها أشواك ومنطقة يعني ذات وعورة عالية، لأن الإبداع مسألة ليست بهذه السهولة تنميتها في الشخصية الإنسانية، فقليلون هم المبدعون. من أهم المشاريع التي أنجزتها مؤسسة إبداع
مشروع معهد أعداد القادة، وهو مشروع ريادي كبير يحاكي في طموحاته وأهدافه أفضل معاهد أعداد القادة في العالم، حيث يسعى المعهد إلى إعداد وتأهيل القيادات الفلسطينية تأهيلا علميا ومعرفيا جيدا يؤهلهم إلى تولي المناصب القيادية في الدولة وفق أفضل المواصفات والمعايير، الأمر الذي يؤدي إلى رفع إنتاجية العمل وتوجيه القرار الفلسطيني السياسي والمهني في اتجاهه الصحيح. لم يتوقف المعهد عند إمكانيات وخبرات الفلسطينيين فحسب، ومن أجل تعميق الفائدة يستثمر المعهد كافة الإمكانات ووسائل التكنولوجيا الحديثة لنقل الخبرة وتبادلها من الخارج إلى الداخل، حيث عقد المعهد اتفاقات تعاون مع العديد من الخبراء والمحللين السياسيين والعسكريين عدا عن رجال السياسة والدبلوماسيين السابقين للعمل كأساتذة زائرين لإلقاء المحاضرات والتفاعل مع المتدربين عبر الفيديو كونفرنس. إن إبداع قد طرحت نفسها لتقوم بمثل هذا الدور في خدمة الإعداد قادة، وكما أقول وأكرر إن قضية إعداد القادة ووجود القادة هي قضية على جانب كبير جدا من الأهمية في مدن أو في دول العالم النامي، ونحن منه بطبيعة الحال.